وتنضم إلينا من العاصمة باريس السيدة رشيدة شمس الدين الناشطة السياسية السودانية. سيدة رشيدة، مرحبا بك. بداية، ما الذي يؤشر إليه طول فترة المحادثات غير المباشرة بين طرفي الصراع السوداني في جدة؟ حقيقة يعني مع بداية المفاوضات في مدينة جدة السعودية كنا نتوقع انه يعني تكون هنالك يعني ضمانات اكثر او هنالك قرارات تخرج من هذه المفاوضات بشكل حاسم، ولكن بكل اسف يعني تقريبا المفاوضات نفس يعني على حسب السعوديين وعلى حسب المحللين السياسيين ان المفاوضات لم تفضي الى شيء يعني ملموس، حتى لم يتم التوافق على وقف إطلاق الرصاص ووقف إطلاق النار ووقف الحرب في السودان. نعم، ولكن سيدة رشيدة، أليس الوقت مبكرا لكي يتم إصدار هذا الحكم على نتيجة المفاوضات؟ أليست هذه المفاوضات تحتاج إلى وقت، أن تأخذ وقتها؟ طبعا فعلا المفاوضات تحتاج لوقتها، ولكن يعني عند تعيينك لمفوضين دي مرحلة متقدمة من قبولك للتفاوض نفسه، فبيبقى الرجوع إلى خطوة أخرى لأنك أنت ترجع المفاوضين نفسهم يتفاوضوا مع الجهة المفاوضة، فده تعقيد العملية، وفي النهاية إنه هو يعني عبء إضافي على الحرب وطول أمد الحرب. حقيقة هي مراوغة أنا أعتبرها من الجهتين، لأنهم هم بيعتمدوا أساسا على حسمهم للمعركة داخل أرض السودان يعني، فبالتالي بتقوي مواقفهم في التفاوض نفسه، فبيبقى يعني دي أنا بعتبرها إنها كسبا للوقت وكسبا لل يعني الفوز في المعركة لكي يكون أحد الطرفين هو الأقوى حتى في ميدان التفاوض. المفاوضات من أول يوم هي يعني هي باين أنا ما أقدر أستبغي الأحداث، ولكن يعني لدينا مثل في السودان يقول إنه يعني دائما يبدأ الخريف مبكرا، فالمفاوضات بدأت يعني فاشلة أو إلى حد ما غير متجاوب معها من الطرفين لما نراه الآن. منطقة الخرطوم تشهد أصوات قنابل وأصوات رصاص كثيرة جدا في أماكن متفرقة، فحتى وهم يفاوضون ويحاربون في نفس الوقت على أرض المعركة في طيب، ولكن الخرطوم يعني سيدة رشيدة شمس الدين، في ظل هذه المراوغات من جانب الطرفين كما تفضلت، ما هو الحل إذن؟ حقيقة المفاوضات هي كان ممكن تكون أداة للحل أو مخرج أو مدخل سوري مدخل يعني لحل هذه الحرب المشتعلة في السودان، ولكن يعني عدم توافق الطرفين وعدم يعني جاهزية الطرفين حتى للتفاوض نفسه، يعني ربما يعني بنود الاتفاق نفسها المفاوض عليها فيها نوع من الرومانسية والخيال، يعني يتكلمون عن دمج الدعم السريع داخل الجيش وهم الاثنين متحاربين الآن في هذا الموقف، لكن لابد من التفاوض، لابد من أن يكون هنالك صوت عاقل في هذه المعركة يحسم هذا الصراع العسكري الذي بدأ بالرصاص، ولكن لابد أن ينتهي باتفاق أو بوساطة مقبولة من الطرفين. يعني الآن المعركة داخلة على شهر تقريبا، الأحداث بدأت يعني قرابة الشهر الآن في السودان، والجيش ولا الدعم السريع لديهم هذه القدرة المادية والمعنوية والجاهزية لأن يستمروا أكثر من ذلك. فيعني نتمنى لا تساق البلاد إلى حرب أهلية، إلى يعني دخول قبلي على وزن قبلي. يعني اليوم تحركات مريبة للمناوي، قال أنه قد سحب جنوده إلى دارفور، وهنالك كثير من الحركات المسلحة داخل الخرطوم وداخل السودان. يعني الخرطوم والسودان عموما الفترة اللي فاتت شهد تسليح، موجة من التسليح وموجة من الحركات المسلحة الكبيرة جدا اللي هي يعني للآن على وحياد، ولكن لا ندري في مقبل الأيام ماذا يحصل، ماذا سيكون الطرف يعني مع دون الآخر. أشكرك شكرا جزيلا. ضيفتنا من العاصمة باريس السيدة رشيدة شمس الدين الناشطة السياسية السودانية، شكرا.